نشرب يلا 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 نسمع غنوة منك فرجي كل العالم فنك كلمة طيبة تحكي عنك والكل يشوفك ويزا هذا البرنامج برعاية صندوق. أغمريهم بالدلال والسعادة والفرح وبروغريس كيدز يغذيهم كما يجب وكما يصلح. يوم جديد على حب الوطن وعلى حب المشاهدين. في هذه اللحظات احنا وياكم اعزائنا المشاهدين منتابع استعدادات الكنوز للحفل النهائي للبرايم النهائي للتصفيات النهائية للتتويج. اليوم احنا وياكم على أهبة الاستعداد حتى نشوف مين كنز طيور الجنة، مين اللي حيكون معانا هو الكنز الرائع. كلهم كنوز، من عيد ومن ذكر ومن كرر مرة تانية وثالثة ورابعة، الكل كنوز، لكن في كنز واحد هو اللي حيستمر معانا. في هذه اللحظات بنشوف تدريبات النجوم الرائعين الموجودين معانا والكنوز الرائعين. بصراحة محمد عم يبدع، ملاك أبدعت، طيف أبدعت، وفداء كمان. حنخليكم تتابعوا من خلال تقريرنا كل التفاصيل، تابعوا معنا. كل من نجوم سنتوب لعام 2012 لتصبح شخصية كرتونية على التلفزيون. التفاصيل داخل الكرتون. فداء كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اليوم حتغني لنا على المسرح لحالك بالليل؟ وانا يمنا وين؟ وانا يمنا وين؟ سمعت عم عمر كان يعطيك بعض الملاحظات عليها. ايش كان اهم ملاحظة؟ انه اركز في التون. في التون تمسك الطبقة صح ما تغير. اوكي، وكيف كان استعدادك للعصفورة مع عمو براء؟ اتمنى لك التوفيق يا فداء. اليوم بدنا اداء مميز على المسرح مثل عادتك، دائما تبدأينا بالشيء اللي عندك. واحنا وياك ننتظرك وننتظر ان شاء الله براء. نقول للكاميرا ايش؟ قول اي شيء. باي. يلا باي. اغمريهم بالدلال والسعاده والفرح وبروغريس كيدز يغذيهم كما يجب وكما يصلح. كن من نجوم سنتوب لعام 2012. التفاصيل داخل الكرتون. يعطيك العافية ملاك، كيفك؟ الحمد لله كويس. كيف استعداداتك اليوم؟ الحمد لله كويس. سمعناك يا عم بتنشدي أن تدخلين رب الجنة لحالك اليوم، وعم عمر أعطاك ملاحظات. إيش كانت ملاحظات عم عمر عليك؟ يعني ما أمد أنه كتير بالكلام، ما كتير أمد. أوكي، كيف كان أدائك لدويتو أنت وعمر؟ أنت كنت بدور لين، إيش الأنشود اللي غنيتوها؟ أحلى هدية. كيف كان أدائك فيها؟ الحمد لله. يلا بالتوفيق يا ملاك، وان شاء الله نشوفك بالبرايم النهائي احنا والمشاهدين ونفرح معاك. بنقول للمشاهدين ايش نقولهم؟ قلبه لعيونه
الله يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف استعدادات الأطفال اليوم والكنوز والنجوم؟ والله هينا الاستعداد زي ما تشايفين على قدم وساق. يعني إحنا عم ندرب الأطفال اليوم، في عنا يعني إشي جديد اللي هو عملية الدويتو. يعني كل طفل من الأطفال المتسابقين المتأهلين معنا للبرايم النهائي راح يغني أغنية مع واحد من النجوم. فاليوم العملية شوي فيها صعوبة، لكن الحمد لله لحد الآن نتائج حلوة. مين حيغني معك؟ أنا راح أغني مع ملاك. كيف أدائها؟ أدت إياها؟ انبسطت من أول ما غنت، بيرفكت على طول ما شاء الله عليها. شو توقعاتنا لليلة؟ والله الليلة أنا متأكد أنها تحمل كثير من المفاجآت. يعني عملية التصويت يعني شادة بشكل كتير رهيب، النتائج متقاربة، يعني فعلا النتائج متقاربة. يعني إحنا هلأ رجعنا أظهرنا النتيجة على الشاشة، مع أنه إحنا بنخفيها الخميس بالليل، بس الصبح قررنا أنا والوليد أنه نرجع نطلع النتيجة على الشاشة لحديت ما يبلش البرايم. بس يبلش البرايم راح نرد نخفيها للمزيد من الحماس والإثارة. يعني إذن المفاجآت اللي بتحمل بإذن الله. المشاهدين شو بنقولهم؟ بنقولهم استنونا، أكيد رح تروا ما يسركم إن شاء الله. نشوفكم على خير. كل من نجوم زنتوب لعام 2012 لتصبح شخصية كرتونية على التلفزيون، فقط ارسم أمتع اللحظات التي تجمعك بأصدقائك والسيد زنتوب. سيختار السيد زنتوب 5 فائزين من مناطق المملكة. التفاصيل داخل الكرتون. أولادي مصدر إلهامي، وأنا أقدم لهم بروجريس جولد الجديد لأغذي نموهم العقلي والجسدي، معزز بالنظام البايوفاكتورز المتطور ومجموعة عناصر غذائية خاصة لكل فئة عمرية بما فيها العناصر الغذائية الخمسة الرئيسية لتعزيز نموهم. أغمريهم بالدلال والسعادة والفرح ونحن نغذيهم كما يجب وكما يصح. عن جد اللي بده اصحاب سهل ولا صعب يلاقيهم؟ سهل. سهل ولا صعب؟ صعب اليوم يلاقيهم. صعب ولا سهل؟ سهل. سهل اذا كان هو ناوي. كيف استعداداتك وتدريبك يا طيف؟ حلو. ايش حتغني لحالك اليوم؟ عن جد اللي بده اصحاب. وطيب وكيف كان ادائك انت ومحمد في الجنة الجنة؟ حلو. تمام. مين احلى، صوتك ولا صوت محمد؟ لا صراحة صراحة يا محمد انا ديوا سالو، مين احلى صوتك ولا صوته؟ تفضل انت هنا اخي، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. نايم كانك يعني شوي. طيب سالتها مين احلى صوتك ولا صوت محمد، قالت لي صوت محمد. لا لا صوته احلى. في الجنة الجنة. كيف كان اداء طيف اليوم؟ كثير حلو والله ما شاء الله عليها، هيك مليان الدفء والحلو وهيك بتخليك تنبسط كثير لما تسمعها. يعني نتوقع الليل ان شاء الله من طيف ومحمد بشار ابداع جديد ان شاء الله. ان شاء الله بتشوفونا ان شاء الله اليوم بأغنية كتير حلوه ان شاء الله. حتدربها حتى تطلع باحلى حله؟ خلص هي جاهزه، هي بس على الكبسه، بدها بس اون بلاي ولا اون بلاي اون اي شيء. طيب يلا بالتوفيق يا طيب، بالتوفيق لكم ان شاء الله، نشوفكم على خير. كل من نجوم زنتوب لعام 2012، التفاصيل داخل الكرتون. Oh!
كيفك يا محمد؟ الحمد لله. كيف الاستعدادات؟ والله يعني بخير. فكرت كويس مع ديما؟ اه نعم. قالت لك فكر فكر يا محمد، هذا الشيء اللي حتأديه اليوم على المسرح انت وياها؟ نعم ان شاء الله. كيف شفت الاداء مع ديما؟ ان شاء الله تمام. والله الحمد لله تمام يعني. وبنحبك يا وطننا، كيف استعدادك؟ والله الحمد لله تمام، كانت احسن يعني من فكر فكر محمد، لان فكر فكر محمد كان فيها شويه ملاحظات. يعني اليوم نتوقع برضه تولع معنا؟ ان شاء الله تولع. تولع ولا تولع؟ لا بدي اولع الدنيا. اوكي ان شاء الله متولع الدنيا، ونشوفك اليوم على المسرح يا محمد، بدنا اداء مميز حتى تكون برضه شيء من الابداع. قديمة. الحمد لله. كيف كان محمد معاكي في التدريب؟ لا ما شاء الله صوته بجنن. مين فيهم، محمد بشار ولا محمد جديدة اللي كان ما شاء الله؟ اثنين. كيف شفت دور محمد جديدة كان معك؟ منيح يعني ما شاء الله، زي كأنه هو يعني من أول يعني متعود عليها وبأديها أحلى شيء. كيف كانت ملاك وطيف وفداء؟ عنهم كلهم يعني كانوا منورين اليوم. اليوم إذا نتوقع إن شاء الله سهرة تكون جميلة ان شاء الله، وابداع برضه من ديما على المسرح مثل عادتها في البرايمات. تسلم. يلا ان شاء الله بنشوفك على خير يا ديما، وبنشوف برضه كل الكنوز والنجوم اللي معانا الرائعين في البرايم النهائي الثالث. شكرا لك يا ديما. سلامه. اغمريهم بالدلال والسعاده والفرح، وبروجريس كيدز يغذيهم كما يجب وكما يصلح. كل من نجوم سنتوب لعام 2012 لتصبح شخصيه كرتونيه على التلفزيون. التفاصيل داخل الكرتون. انت اليوم ايش حتغني لنا على المسرح؟ اي اغنيه؟ مفاجاه مفاجاه. بيوت اسرار يا بابا، مفاجاه. الاسرار. البيوت اسرار. ماما احكي. طب هاي انا والله ما بعرفها، شو هي هاي؟ جديده. طب ايش كلماتها؟ هيدا كلك. يلا غني لنا اياها. البيوت اسرار، البيوت اسرار، بيتي بيشبه الصندوق، في قصص كتير واخبار، لو متضايق او مخنوق بطلع من الاسرار. بحر. ايه بابا بقول لك بحر. اوكي قولي له. لا بر، قولي له بر، وانا ببيروت كمان وبتورت على بيروت. قولي له بر وبيروت وتورت على بيروت. يلا يلا احنا برضه حنشوفك ان شاء الله اليوم بالليل. ايش حنقول للكاميرا؟ استنوني اليوم بالليل. استنوها اليوم بالليل. هذا البرنامج برعاية صوتو. اغمريهم بالدلال والسعادة والفرح، وبروجريس كيدز يغذيهم كما يجب وكما يصلح. فرجي كل العالم فنك، كلمة طيبة تحكي عنك.